طويل. طبعا لا اتحدث، ولكن عندما ترك الاستعمار البريطاني هذه المنطقه رسم الحدود بين الدول وترك جزءا من كشمير مع باكستان وجزء مع الهند، مع ان الجزء الهندي فيها اغلبيه مسلمه في هذه المنطقه، منطقه اسمها كشمير، ايضا تحدث مذابح في بعض الفترات في كشمير. ولكن عندما ناتي الى منطقه اخرى في شرق اسيا، مآسي بمعنى الكلمه، مآسي في القرن العشرين، في القرن الواحد والعشرين، لكن لا احد يتحرك، لا اعرف اتهم من. الصوره تتحدث اكثر من كلامي انا. هؤلاء المسلمون في البحر شهور يهربون من مشاكل من النار التي موجود في بلدهم، ولا احد يستقبلهم، لا البلدان الاسلاميه ولا غيرها. عندما يذهبون بقواربهم الى الى الى, إلى بنغلاديش اقرب بلد لهم يطردونهم. يذهبون الى ماليزيا ايضا لا يستقبلون. يذهبون الى الدوله الكافره تايلاند ايضا لا. هم في البحر ماتوا كثير، اعتقد وكلكم رايتم هذه الصور، المناظر الفظيعه. هذه جثث المسلمين كما هو مكتوب، هذا في القوائم. هذه الخيامات اما في حدود مع تايلاند او في بورما او في نيبال او في بعض البلدان الكافره. طيب جزء صغير دقيقه واحده، انظروا ماذا يحدث للمسلمين. هؤلاء الاطفال يدرسون في معاهد دينيه. مسلمون في هذا العصر امام الكاميرا. الله ما اعطى سماه. فلا اجرح مشاعركم، هو فيديو طويل. فاذا في اسيا اين العالم؟ اين حقوق الانسان؟ اين الامم المتحده؟ هذا من افضل الصور. لو راينا الصور الذي موجود في يوتيوب او في جوجل فظيع، يعني لا نستطيع ان نتفرج على هذه الصور او الفيديوهات. طيب الان ناتي الى اعتقد الى المحور الرابع، المسلمون في سريلانكا. طيب هذه هي النقطه الصغيره في البحر، سريلانكا، دولة سريلانكا موقعها جنوب الهند في المحيط الهادي، جزيرة صغيرة جدا. بعض التفاصيل عن سريلانكا، هذه هي الجزيرة، جبت من جوجل ايرث، فبالتالي هو واضح، هذه سريلانكا، هذه جنوب الهند، جنوب الهند أقرب مكان وحوالي 23 ميل فقط بين سريلانكا والهند. ميانمار اللي هي بورما الآن، بنغلاديش، ثم تايلاند، هناك ماليزيا، فينان، وكل هذه لاوس. أوكي، هذه هي الخريطة سريلانكا. والآن نأتي إلى سريلانكا نفسها. هو سريلانكا بشكل كومترا كما يقولون. أوكي، كان لها أسماء عديدة، أسماء قبل الإسلام أو أسماء قبل الاستقلال وأسماء بعد الاستقلال أيضا. فهذه سريلانكا، بعض المعلومات كان عن جزيرة سريلانكا. العرب تجار العرب سموا سريلانكا في سيلان أو سيلان، سيلون. لماذا؟ عندنا أنهار كثيرة، وبالتالي قالوا جزيرة سيلان. هذا الاسم هو الذي كان مشهور ايام الاستعمار البريطاني، ايام الاستعمار. وقبل هذا كان اسمه سرنديب، اكيد ما سمعتم هذا الاسم سرنديب. ايضا هذا اسم سريلانكا. وعند العرب يقولون لؤلؤه الشرق، ايضا هذا اسم لسريلانكا، لان سريلانكا شكلها لؤلؤه، شكل سريلانكا كانت كلؤلؤه. وثم اسباب اخرى ايضا قالوا وجزيره الياقوت.
جزيرة الياقوت الأحجار الكريمة، هو أحجار كريمة الغالية الأصلية يستخرج في سريلانكا. هناك مناجم خاصة موجودة في سريلانكا، فالناس العرب كانوا يذهبون، الملوك يرسلون الناس لكي يشتروا هذه الأحجار الكريمة من سريلانكا، وبالتالي كانوا يسمونها جزيرة الياقوت. طيب متى يعني غير أو تم تسمية سريلانكا بهذا الاسم؟ في سنة 1972 هو باللغة السنهالية الجزيرة الأرض اللامعة، الأرض اللامعة اسمها الرسمي جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، لأن رئيستنا السابقة لما كانت مع الاتحاد السوفيتي سينما وبندر نايكا سوف نتعرف، يعني معظم الناس ربما لا يعرفون عنها، ولكن الدول الاشتراكية تعرفها جيدا. تقع شمال المحيط الهندي إلى الجنوب، نحن عرفنا أين تقع سريلانكا، ولكن أرجع ثاني مرة ثانية إلى هذه الخريطة لكي أعرفكم أهمية سريلانكا من حيث الموقع. التجار الذين كانوا يسافرون إلى شرق آسيا دائما يمرون من خلال سريلانكا، وبالتالي ميناء سريلانكا أصبحت ميناء مهم للعرب وللتجار الذين يسافرون من الغرب، لأنهم يمونون يذهبون إلى سريلانكا إلى ميناء سريلانكا حتى يستمروا للذهاب إلى ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا. فإذا سريلانكا كانت كمركز للتموين لكثير من السفن العابرة، وبالتالي سريلانكا أصبحت وجهة، يعني بعض الدول الكبيرة تطمع في سريلانكا لموقعها الجغرافي. أوكي، فإذا أنا آتي إلى بعض المعلومات عن سريلانكا أيضا. العاصمة كولومبو، المساحة حوالي 65,610، الحدود نحن عرفنا جزيرة ما لها حدود يعني برية مع أي دولة، عدد السكان 20 مليون تقريبا. كل هذه الإحصائيات تقريبي، ولكن 20 مليون يعني أهالية. اللغات الموجودة في سريلانكا لغة اسمها السنهالية، لها قواعدها ولها حروفها الخاص، هذه اللغة موجودة في سريلانكا فقط، لغة مستقلة ولكن هذه اللغة موجودة في سريلانكا. اللغة الثانية في سريلانكا اسمها اللغة التاميلية. أنا أتحدث باللغتين يعني ولدت في يعني بين البوليين، أنا أتحدث هذه اللغة السنهالية لأن المسلمين معظم المسلمين يتحدثون باللغة الثانية اسمها اللغة التاميلية، لغة مختلفة تماما، لغة مختلفة. فإذا اللغة لغتان السنهالية والتاميلية، اللغة الأولى السنهالية، اللغة الثانية التاميلية. الموارد الطبيعية عندنا في أحجار كريمة كما ذكرت، ثم الفوسفات موجود، الآبار، الإنتاج شاي سيلان مشهور في العالم لجودته، أجود أنواع الشاي في العالم شاي سيلان أو سيلون تي. لا أسود، ولكن أسود في شاي أخضر موجود، ولكن في أنواع كثيرة، يعني هو موجود هنا كثير من الأنواع، ولكن يعني الذي زرع الشاي عندنا هؤلاء هم البريطانيون، يعني لهم محاسن كثيرة للبريطانيين، يعني هم صحيح يستعملون، سوف نتحدث بعد قليل أيضاً. عندنا الشاي موجود، المنطاد الطبيعي، جوز الهند، البن، التوابل، التوابل قصدي مثلاً القرفة، قرنفل، سريلانكا مشهورة. التجار العرب كانوا يأتون خاصة لهذه الأغراض يعني. طيب وبعض المنتجات سريلانكا هذه هي أحجار الكريمة، هناك مصانع، ناس يشتغلون شهور في المناجم لكي يستخرجوا هذه الأحجار الكريمة. هذه هي التوابل أنواع وأشكال، قهوة، البن، هذه هي مزارع الشاي، أيضا شجرة المطار، هؤلاء يجمعون هذا المطار بهذه الطريقة، يقطعون الشجرة ويجمعون وثم يجمعون أحجار كثيرة، مئات الأشجار، آلاف الأشجار، ويأخذون إلى المصانع. وبالنسبة لسريلانكا المناخ، هل سريلانكا صحراوي؟ هل مناخ حار؟ كم درجة تصل مثلا درجة يومية سنويا؟
فأعتقد فيه ناس زاروا سريلانكا هم يعرفون عن سريلانكا. مناخها استوائي يعني هو في العاصمة أو موازي للسواحل، تكون حرارة في حدود 32-35 في الكثير طول السنة، ولكن عندما يذهب الإنسان إلى وسط سريلانكا، عندما يصل الإنسان إلى وسط سريلانكا كلها جبال والسهول والبديان والأنهار. فسريلانكا بلد جميل، طبيعة جميلة، وهناك تضاريس من جبال صغيرة وجبال عالية توصل أحيانا ل 2000 متر. طيب أي فيديو صغير حوالي 5 دقائق، هل عندكم صبر حتى تشاهدوا هذا البلد؟ طولت عليكم شوية يا جماعة. أود أن أضع أمامكم أيضا. أيوة علي، هذا الذي أنا أريد أن أقول. يعني تعرفون أبانا سيدنا آدم عليه السلام عندما أنزله الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأرض، نزل في سريلانكا في جبل اسمه جبل آدم كما تذكر بعض الكتب التاريخية. لا أحد في العالم ادعى على أن سيدنا آدم نزل عنده، ولكن نحن أيضا لا ندعي ولا نعمل دعاية. لو كتبنا في جوجل أدم سبيك قدم آدم، هو موجود في سريلانكا فقط جبل آدم. في قمة جبل آدم جبل موجود
موجود قدم مكان رائع أنت ترى السحاب تحت يعني لكن كيف نصل إلى هذا الجبل لا نستطيع أن نصل بالسيارات هو لا بد أن نمشي أن نأخذ بالشوارع السلالم الحكومة مهدت الطريق للوصول إلى هذا المكان لماذا؟ سياحة أولا ثانيا نحن كمسلمين نعتقد على أن هذا قدم آدم عليه السلام ولو لم أعتقد أيضا هذا يعني ليس له كبير علاقة بالإيمان الأصلي فقط نحن كمسلمين نعتقد على أن هناك قدم آدم عليه السلام والبوذيون يعتقدون على أن هذا قدم بوذا غوتما بوذا زار سريلانكا وعندما زار سريلانكا وذهب إلى هذا الجبل فبالتالي يعتقدون على أن هذا قدم بوذا وبالتالي الحكومة مهدت الطريق للوصول إلى هذا المكان فهناك يعني هناك مواسم للزيارة يعني مش طول السنة لكن في بعض المواسم السياح يأتون من الخارج والبوذيون يزورون هذا المكان والمسلمون يزورون هذا المكان اوكي فعندي فيديو صغير عن قمة هذا الجبل شايف راح فين موجود مش كده اوكي هذا هو قمة الجبل جبل آدم هذه معلومة تاريخية استقلت عن سريلانكا عن بريطانيا يعني احنا في فبراير
نحن ذهبنا إلى السفارة الرابعة من هذا الشهر للاحتفال باستقلال سريلانكا. طبعا هذا هو علم سريلانكا. هذه الألوان في الحقيقة الأخضر تمثل الأقلية المسلمة، الأصفر تمثل الهندوس الموجودين في البلد، ثم الأصفر البوذية هي كأنها تحمي هذه الأقلية، هو الأسد مع السيف، هذا يدل على الشجاعة. وهناك تفسيرات كثيرة، هناك في هذه أوراق من شجرة اسمها شجرة البوذي، هذه الشجرة مقدسة عند البوذيين، ولو رأوا هذه الشجرة في أي مكان في سريلانكا يبنون على بجوار هذا المكان معبد. ولذلك أي طفل مسلم لو رأى هذه الشجرة على طول هو يشيل من غير ما يعرفه أحد، طبيعة المسلمين يعني. فلو رأوا هذه الشجرة في أي مكان يبنون على بجوار هذا المكان معبد، لأنهم يعتقدون على أن بوذا كان يعتقد تحت هذه الشجرة ونزل عليه الوحي كما يدعون عندما كان يعتقد في تحت هذه الشجرة. على العموم هذا لا يهمنا. أول رئيسة وزراء في العالم كله كانت في سريلانكا، هي اسمها سري مابو بندرنايكا. أول رئيسة وزراء امرأة. أوكي، بعد ما توفي زوجها اسمها بندرنايكا هي أصبحت رئيسة للوزراء. طيب هذا هو بالنسبة لسريلانكا ونسبة المسلمين فيها لا بأس 9.7. عندنا كمان سوف نتعرف إلى الأديان التي موجودة. فهناك مسلمون البوذيون 70%، الهندوس 12%، النصارى أيضا موجود 7%، وغيرهم من الأوروبيين اللي لا دين لهم أيضا 1%. فإذا عندنا في سريلانكا أساسا 4 ديانات، البوذية أغلبية، والهندوسية ثاني أول أقلية طبعا، الهندوسية 12%، والمسلمون ثالثا، ورابعا المسيحيون. في الحقيقة ما كان هناك مسيحيون، عندما جاء الاستعمار ونشر أو بشروا فبعض المسلمين أيضا أصبحوا نصارى بسبب التبشير الاستعماري. طيب أماكن العبادة، طبعا هذا معبد بوذي مجرد مثال فقط، هذا طبعا الكنيسة مكان عبادة للهندوس. طيب هؤلاء طبعا الناس السريلانكيون يؤدون صلاة العيد في ساحة كبيرة في العاصمة، فهؤلاء المسيحيون طبعا في الكنيسة. هذه حفلة الزفاف تقريبا لإحدى الأسر الهندوسية، وهؤلاء البوذيون يعبدون نظام العبادة عندهم يكون العبادة عندهم للبوذا، يعني ما عندهم إله بمعنى الحقيقي، هم يعبدون إله بوذا يعني. أوكي، فإذا لكن نحن كنا نعيش حتى لمدة 2-3 سنين في سلام ووئام مع البوذيين. أصلا التعاليم البوذية تحث على السلام. تعاليم البوذية في الحقيقة مثل تعاليم الإسلام، تحث الناس على عدم شرب الخمر وعدم الإيذاء أكثر منا، حتى ممنوع عندهم قتل أي حيوان لأي غرض، وبالتالي يمنعون قتل الحيوان، قتل الأبقار في سريلانكا بالذات. نحن نعاني من هذه المشكلة أيضا، مشكلة صغيرة، لا نستطيع أن نذبح حتى للأكل. تحدث مشاكل كثيرة أثناء الأعياد، عيد الأضحى بالذات يعني. المسلمون يريدون أن يضحوا بالأبقار وهم يمنعون المسلمين، وبالتالي لابد أن نجد يعني أي مكان سرا نحن نذبح. أوكي، فهذه مشكلة. ولكن في الحقيقة نحن كنا نعيش وما زلنا هذا التعايش السلمي مع البوذيين. ناس بسطاء أصلا، البوذيون ناس طيبين جدا، يتبعون تعاليم دينهم مسبس لنا، ولكنهم يتبعون هذه التعاليم، أخلاقهم حسنة جدا. هذا التطرف البوذي ظهر فقط في الأيام الأخيرة. إلى جزئية أخرى، دخول الإسلام
إلى سريلانكا أو جزيرة السيلان؟ متى وكيف دخل الإسلام؟ في هذه الصورة، هذه الصورة توضح من أين خرج الإسلام؟ طبعاً أنا أعطيت مثلاً يعني أنا أستطيع أن أتحدث كيف انتشر الإسلام في بداية القرن الأول، الثاني والثالث والرابع. هنا في بداية القرن الأول أنتم تعرفون الإسلام وصل إلى أقصى حدود الصين أيضاً في الشرق. يقال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل صحابياً إلى سريلانكا لنشر التعاليم الإسلامية. رواية تقول هذا. وهناك روايات تقول أيضا الإسلام دخل إلى سريلانكا في نهاية القرن الأول وبدأ ينتشر الإسلام في بداية القرن الثاني. لكن من الذي أتى الإسلام إلى سريلانكا؟ كيف وصل الإسلام إلى سريلانكا؟ في الحقيقة المسلمون من حضرموت من اليمن. الإسلام انتشر في شرق آسيا عن طريق تجار العرب الذين جاءوا إلى سريلانكا من إلى سريلانكا طبعاً وغيرها من بلدان الشرق، جاءوا من اليمن ومن القومين عمان أيضاً. نحن سمعنا هناك تاريخ نذكر على أن هناك مسلمون جاءوا تجار، ما كان قصدهم نشر الإسلام إنما كان قصدهم التجارة، ولكن الناس الجذيون رأوا الأمانة والصدق والفضيلة والمعاملة الحسنة في المسلمين فسألوا ما هو هذا الدين الذي يتبعونه، وبالتالي تعلموا منه. هو التجار العرب حتى قبل الإسلام كانوا يمرون بهذا الطريق إلى الشرق، وبالتالي هو مش غريب يعني القرن الأول دخل الإسلام إلى سريلانكا. هذا ممكن يكون صح لأن التجار العرب، أنا قرأت كتب كثيرة، كل هذه الكتب التواريخ تقول العرب كان لهم رحلات تجارية إلى الشرق عن طريق سريلانكا، وبالتالي دخول الإسلام إلى سريلانكا كما تحدثت عنه لا أتوقف كثيرا. ولقد اتخذ ملوك سريلانكا البوذيون كان علاقة طيبة مع المسلمين أصلا. عندنا في دول كثيرة تعاقبت في سريلانكا كلها دول بوذية والعلاقة كانت طيبة بينهم. طبعا لا أتحدث عن التفاصيل لأن الوقت يمر، أتحدث عن مسلمي سريلانكا من حيث العرب. عندنا ثلاثة أقسام من المسلمين. أولا نحن نقول مسلمون مورو الذين جاءوا من العرب، هؤلاء مسلمون أيضا. وثم أستطيع أن أقول مسلمون ملايو. أثناء الاستعمار الهولندي جاء بهم إلى سريلانكا لتجتمد تشورتا كجنود من إندونيسيا، طبعا إندونيسيا كانت تحت الاحتلال الهولندي، هم أتوا بجنود من إندونيسيا وماليزيا، فهم استوطنوا وتزوجوا وأصبحوا من أصحاب البلد، ولكنهم يتحدثون باللغة الملايوية والتمينية، ما زالوا يتحدثون بهذه اللغة. طيب مسلمون أيضا جاءوا فيما بعد من جنوب الهند بحكم الجوار، لكن بالحقيقة نحن لا نشعر بهذا الفرق بين المسلمين. يجمعنا رابطة الإيمان أكثر من أي هذه الرابطة، ولكن هناك فرق في اللباس وفرق في اللون أيضا. هؤلاء أكثر يعني الماليزيون. أوكي. طيب هناك أيضا تاريخيا ابن بطوطة أيضا زار سريلانكا وزار جبل آدم وكتب عن سريلانكا على أن المسلمين في سريلانكا على أن سريلانكا أو أهل سريلانكا يحبون الإسلام والمسلمين، فإذن لا أتوقف كثيرا. أيضا دينيا بالنسبة للمسلمين، المسلمون دينيا في سريلانكا، في الحقيقة أنا أريد أن أقول نحن أفضل الأقليات في هذه المنطقة من حيث نحن ندعم بالأمن حتى الآن. تحدث بعض المشاكل، سوف أعرفكم ببعض المشاكل. أقدر حالا من الهند، أقلية في الهند، أقلية في بورما، أقلية في تايلاند أو في فلبين، نحن أفضل، ننعم بالأمن. أوكي؟ كنا نعيش، ولكن في الأيام الأخيرة سنتين الماضيتين حدثت بعض التغيرات يعني.
بين هذا الموضوع ممكن نتحدث في المؤتمر عندنا تغييرات كي؟ لكن لقد أعطي مسلم سريلانكا كامل الحرية لممارسة الشعائر الدينية. يعني ما عندنا أي فرق، ممكن أي واحد يبني مسجد ويؤدي شعائره من بين أي مضايقة، الخطب الإمام هو الذي يختار الخطب، كلمات سياسية ما عندنا كلمات سياسية، الخطباء لا يستخدمون المنبر للسياسة لأمور المسلمين، وبالتالي عندنا حرية كاملة موجودة. ثم ولهم قوانين مستقلة في الأحوال الشخصية في الزواج وفي الطلاق كلها حسب الأحوال الشخصية، بمعنى أحكام إسلامية، لأن الحكومة عينت بعض نحن نقول قاضي شرعي، فهؤلاء يقومون بهذه الأعمال. أيضا ما في أي مشاكل، ولهم الحرية في زيهم الشرعي للمرأة، أيضا الحرية كاملة موجودة، ولكن سوف أتحدث بعد قليل عن مشاكل تحدث في هذه الأيام. كما أعطوا برامج دينية في وسائل الإعلام في رمضان مثلا، عندنا في ساعة كاملة في السحور، يعني الحكومة أعطت لنا لقراءة القرآن والبرامج الدينية، وهناك وزراء مسلمون إضافة إلى ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة السنهالية حتى يعرف السنهاليون عن الإسلام. أوكي، فإذا بعض الصور، هذا يعتبر أول مسجد في منطقة جنوب سريلانكا، وهذه بعض المساجد جميلة جنب البحر، هذا المسجد. أوكي، فإذا الدعوة الإسلامية كيف تقوم، أو هل هناك المسلمون يقومون بالدعوة حاليا؟ هل هناك منظمات إسلامية؟ أوكي، فإذا هناك مثلا جماعة التبليغ، هل سمعتم؟ جماعة التبليغ التي أسسها محمد إلياس في الهند، فهم نشيطون جدا، يذهبون من بيت لبيت، يدعون المسلمين إلى الصلاة. جماعة التبليغ ممكن يذهبون لمدة 40 يوم 4 شهور في سبيل الله، لهم دور كبير في نشر أو في دعوة المسلمين إلى الصلاة. قبل الكفار هم يدعون المسلمين للصلاة، فلهم دور كبير يعني في نشر في الدعوة إلى الإسلام. جمعية دعوية أيضا عندنا في هذا اسمها جماعة إسلامية التابعة لأبو الأعلى الموجودي، أيضا ينشرون الإسلام. ثم جمعية أنصار السنة المحمدية، جماعات التوحيد السلفية. أوكي، هذه بعض الأمثلة فيما يتعلق الدين. أوكي، جانب التعليمي بالنسبة للمسلمين، نحن طبعا الصور موجودة، هذا أحد المفكرين المسلمين، مصلح اجتماعي في القرن 19، أراد أن يرفع يعني العلم أو علم الديني بالذات يعني بين المسلمين. العلم اللغة العربية كانت موجودة ولكن مش كما ينبغي، وبالتالي هل تعرفون هذا الرجل؟ أحمد عرابي باشا، أيام الاستعمار البريطاني نفي إلى سيلان اللي في سريلانكا حاليا 20 سنة. نعم، 1883 جاء إلى سريلانكا، ويعني رجع في 1901 إلى يعني رجع من سريلانكا، ولكنهما جاهدا. لماذا؟ لإنشاء مدارس للمسلمين. هذا الرجل أحمد عرابي له فضل كبير، ما زال عندنا متحف باسم متحف عرابي باشا في العاصمة اسمها كندي. وأيضا أسس مدرسة باسم كلية الزاهرة نسبة إلى الأزهر الشريف، ما زال هناك فروع لهذه الكلية الزاهرة، كلية الزاهرة في سريلانكا. فإذا أوكي، لا أتحدث عن اسمه سيدي لبي، هذا الرجل المفكر الاجتماعي. فالمسلمون لهم مدارس خاصة باللغة التاميلية، ليس خاصة، مدارس حكومية باللغة التاميلية. البوذيون لهم مدارسهم باللغة السنهالية، لكن هناك فرق كبير بين المدرستين. أوكي، نظام التعليم، هذه بعض الصور يعني المدارس، هذه مدرسة إعدادية بنين البنات، لكن التعليم الخاص، مدارس حفظ القرآن مثلا، هذا أيضا مدارس خاصة ما لهاش علاقة بالحكومة. طيب، معلومة تاريخية أخرى، اللغة التاميلية في القرن 16 والـ18 والـ19 كانت تكتب بالحروف
العربية. تعرفون هذه المعلومة؟ اللغة التاميلية التي أتحدث كانت تكتب بالحروف العربية. تعرفون اللغة الملايوية كانت تكتب أيضا. اللغة التركية أيضا كانت تكتب باللغة العربية بالحروف العربية. وعندنا اللغة التاميلية أيضا كانت تكتب بالحروف العربية. فهنا بعض النصوص وجدتها في جوجل. طبعا كنت الكلمة ما عندي نسخ من هذا. أنا عندي قاموس عربي تميل ولكن مكتوب بالحروف العربية. ذلك عندي نسخة هنا. فإذا هذا لغة تميل نفس الشيء. هذه ترجمة هو مكتوب باللغة التاميلية. لكن هناك بعض البرونسيشن لم غير موجود في اللغة العربية. وبالتالي ماذا فعل المسلمون؟ مثلا هذا حرف اسمه شا، هذا غير موجود في اللغة العربية، وبالتالي جعلوا جيم وضعوا له ثلاث نقاط. هذا مجرد مثال فقط. هذا البيت في المدح الإلهي أُنَّي يَتَادْ بِيَرِيَارَيْ بِدِبَيْنِ يَنَّي مِسْرُمْ حَقَّاكَ أُنِّي الْأُلِبَيْنِ. هذه لغة تاميلية، أوكي؟ فإذا هنا أيضا أنتم تعرفون الكسر الفتح ضم، ولكن هذه الحركة فتح كسر ضم، لكن اخترعوها من عندهم لكي يكون ي، ليس يا ولا ي ولا يو، ي، أوكي؟ أعلموا هذه بعض المعلومات فقط. طيب، الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سريلانكا هو وضعنا كما هو في البلد عموما، يعني الاقتصاد الآن فقط بدأت يتعافى اقتصاد سريلانكا بعد الحرب الأهلية الذي استمر 26 سنة بين نمور التميل وبين الحكومة السريلانكية. النمور التميل من هم؟ حركة تحررية. نمور التميل سموا أنفسهم كانت تحارب الحكومة وكانت تسيطر على شمال وجنوب سريلانكا لمدة 26 سنة. الرئيس السابق اسمه ماهيندا راجاباكشا عندما جاء إلى الحكم قضى عليهم أخيراً بعد 26 سنة. في تلك الفترة اضطر المسلمون للخروج من ديارهم. قتل المسلمون في تلك الفترة، يعني نمور التميل قتلوهم لأن المسلمين لا يوافقون مطالبهم للانفصال عن سريلانكا. سريلانكا جزيرة صغيرة جدا، فكيف نحن نقسم هذه سريلانكا إلى دولتين؟ وبالتالي المسلمون ما أجدوا مطالبهم فهم أعدوا المسلمين وقتلوا المسلمين العزل وطردوا المسلمين من مناطقهم من شمال سريلانكا. فعندي بعض الصور ولكن بقي لا لا الوقت انتهى. خمس دقائق؟ اوكي عفوا انا طولت تقريبا، يعني انا لا التفت زيادة. هنا تعليق هنا المداخلات، يعني هنا تعليق. خلاص دقيقة فقط. يعني طيب انا في الحقيقة اللب الموضوع ما وصل حتى الان، لكن محاضرة ثانية مشاكل المسلمين. يعني خلاص انتم عرفتم بعض المعلومات عن سريلانكا. نحن كمسلمين في سريلانكا نعيش في سلام صحيح، ولكن في السنتين الماضيتين ظهر عندنا مشكلة اسمها مشكلة التطرف الأردني. يعني معنى ذلك الرئيس السابق أسس حزب لماذا؟ لكسب الأصوات. هو مشكلة سياسية، ولكن هذه المنظمة أو هذه المنظمة البوذية كل يوم تبث سمومها عن طريق وسائل الإعلام غير الرسمية. الحكومة الحالية لا تستطيع أن تسيطر على هؤلاء أصلاً الرهبان البوذيون في الحقيقة، ولذلك الحكومة لا تستطيع أن تمسهم. كل يوم يبثون ينشرون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي هو مطالبهم، يقولون على أن عدد المسلمين كل يوم يزداد، عدد المساجد يزداد في سريلانكا، وبالتالي هم يخططون للقضاء على البوذيين ويمسكون سريلانكا في 2050. ما عندنا خطة أبدا على الإطلاق يعني، ولكن هم هذه مشاكل سياسية، ولكن الحكومة لا تفعل شيء. نحن لا نعرف لماذا يعني. وبالتالي فقط هناك أوراق ضغط من الحكومات العربية. ما هي مرحلة الضغط بالنسبة لسريلانكا؟ اقتصاد سريلانكا أصلاً يعني أعتقد ثالث
مصدر من مصادر دخل البلد العمالة الأجنبية. لم الحكومات العربية فقط تخوف سريلانكا لو لم تنصف المسلمين لن أخذ العمالة من عندك، فقط مجرد كلمة الحكومة تخاف. ثالث مصدر من مصادر البلد يعني العمالة الأجنبية، 150 ألف تقريبا في قطر وفي السعودية وفي الإمارات، أعتقد في عمان أيضا هناك في عمان سريلانكيين. لو قالوا نحن لا نستخدم من عندك وخاصة البوذيون فقط ممكن يخضعوا لهذا يعني. أوكي، وبالتالي أنا في الحقيقة كان عندي، أنا أريد أن أوري لكم لأن المسلمين يعني كان هناك مجازر في الحقيقة، لكن في الأخير فقط أنا أريد بعض الشرائح فضل قطر على سريلانكا. أنا فقط قلت الهنود شردوا المسلمين في سريلانكا، ولكن أهل قطر في الحقيقة لهم فضل كبير في سريلانكا عندما أنشأوا قرى كاملة. أوكي. تدشي قرية نور محمد محمود في منطقة منام. ليس راب فقط هذه قرية أهل الخير من قطر بنوها الذين كانوا يعيشون الذين تركهم نمور التميل بنوها. هذه قرية جاسي الخيرية بنوها 300 واحد بداية. فهذه افتتاح القرية قرية جاسي سيتي، فهذه حقائق لابد أن أذكرها هنا. وأشكر أهل قطر يا جماعة طلبة، لابد أن تعرفوا على أننا لسنا لوحدنا في الحقيقة. الدول العربية تقف دائما معنا، السعودية والإمارات والكويت تساعدنا كثيرا من حيث بناء الوحدات حفر الآبار والمساجد، ولكن نحن الحمد لله نعيش لغاية الآن في سلام وبأمن. فدعواتكم، فأنا أشكر آخر شيء لقطر، وثانيا كلية المجتمع، وثالثا هو مدير المكتبة الذي أتعبته كثيرا للإعداد لهذه المحاضرة، ولم يمل من مكالماتي ولا من إيميلاتي لأنني غيرت الموضوع مرتين. أشكركم وأشكر الحضور جميعا، بالذات أشكر الأساتذة وبالذات الأستاذ الفاضل دكتور أحمد، ربنا يبارك فيكم. معلش أنا طولت لنا ما رأيت الساعة، فقط يعني أنا أحيي يعني أنا لا أعرف هل أفدتكم في شيء أم لا، ولكن أنا لو في فرصة ثانية نحن نكمل هذا الكلام. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطبعا في فرصة لو في أي تعليق طلب أي جزء شوية. أوكي دكتور نادر السلام عليكم. لا بد أن نطيل لأن الدكتور نساء أخذ حقه وزيادة. أولا نشكر الدكتور نساء على النديم مع مصر الفارس أهلتنا عن مجموعة حقائق كنا نجعلها عن سريلانكا لملحظات بسيطان، طبعا ليس تعقيبا على المحاضرة ولكن بشيء يذكر. يعني لما ذكر الدكتور رفاعي مسألة دخول الإسلام في سريلانكا لم يتحدث عن فتوحات إسلامية ولم يتحدث عن قدوم قوات مسلحة أو غيره، هو تحدث عن دعوة بطرق السلمية، تحدث عن التجار وتحدث عن الكلمة الطيبة. الإسلام في سريلانكا أو انتشار الإسلام في سريلانكا والفلبين وماليزيا غرب أفريقيا زي نيجيريا النيجر السنغال مالي، هذا دليل تاريخي مهم على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف كما يروج كثير من المؤرخين الغربيين. يعني ينبغي أن تكون هذه الحقيقة باتت أمامنا عندما نقرأ للمؤرخين الغربيين وهم يفسرون السرعة الشديدة التي انتشر بها الإسلام في العالم في خلال قرن واحد، انتشر بهذه الصورة. هم لم يستطيعوا أن يجدوا مبررات
لانتشار الإسلام، فوضعوا مبررات طبعا لا تقف أمام الدليل التاريخي. الشيء البسيط الثاني، دائما أنا أتبنى قضية المسلمين بما أن الموضوع عن الأقليات. أنا دائما في كل مناسبة لا أفضل أتحدث عن المسلمين في بلد إسلامي منسي، حتى الدكتور رفاعي لما عرض لنا خريطة أو خريطة الدول الإسلامية في آسيا لم توجد عليها هذه المجموعة الإسلامية، لأن الصين للأسف نجحت إلى حد كبير في فرض تعليم تعتيم إعلامي لم يسبق له مثيل عن هذه القضية. بلد إسلامي بالكامل منسي في الصين، التركستان الشرقية، والصين الآن طمست هذه التسمية، وضعت شينجيانغ أو المستعمرة الجديدة، بلد مساحته تزيد عن 1,600,000 كيلومتر مربع، بلد فيه ما لا يقل عن 12 مليون مسلم، بلد يحارب ولا يسمع عنه أحد منا شيء. رمضان 2015 صدر قرار بمنع الصيام، منع المسلمين من الصيام، هذا بالإضافة إلى إلغاء اللغة العربية وإحلال اللغة الصينية أو ما يسمى ثم تغيير الهوية الديموغرافية بما يسمى التصيين التركستان الشرقية. هناك شعارات كثيرة جدا في الصحافة الصينية للشباب الصيني، أيها الشباب اذهب إلى الغرب حتى يتم تغيير الهوية الديموغرافية في التركستان الشرقية. فأنا دائما أريد أن أذكر إخواني من باب المسلم للمسلم كالبنيان، من باب من لم يهتف بأمر المسلمين فليس منه. هذا البلد الإسلامي المنسي أرجو أن نحاول أن نقرأ عنه، أرجو أن نحاول أن نساعد بما نستطيع، الدعاء، مقاطعة البضائع الصينية. أعلم أن هذا أمر صعب جدا، يعني الميزان التجاري للصين مع أي دولة في العالم حتى مع أمريكا أو في صالح الصين، لكن من باب فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ما أردت أن أقوله وأشكركم. يلا الشباب تعليق من الشباب. أحب أشكر الدكتور على المحاضرة الجميلة، بس عندي استفسار بخصوص أزمة التمييز، نمور التمييز. إحنا نعرف إن كان في قوات السلام في المنطقة الهندية، هل هذه القوات وقفت مع المسلمين أو سندتهم أو عملت أي حاجة للمسلمين ولا أهملتهم أو ارتكبت جرائم أو حاجة؟ يعني هالقبيل، هذا مجرد سؤال يعني بدأ في ذلك، أرجو الدكتور جاوبني. أوكي، في دقيقة واحدة لأن الوقت انتهى. فالحقيقة خلال 26 سنة من الحروب الأهلية حدث تطورات كثيرة. هذا الحرب لا يطول إلا أن الهند كانت تساعد الهندوس الموجودين في سريلانكا، الهند كانت تمدهم بالأسلحة بالمال وكل شيء، وبالتالي هي التي طالت جعلت تطول مدة الحرب في سريلانكا. ولكن إحدى الرئيس السريلانكي ماذا فعل؟ استعان بالهندوس، يلا عاوزين نقضي عليهم. ولكن طبعا جنود هنود جاءوا إلى سريلانكا وكحفظ الصلاة، ولكنهم أيضا ارتكبوا بعض الفضائح، ولكن عندما تغيرت الحكومة السريلانكية طردوا الهنود من سريلانكا، واستمر الحرب بعد هذه الفترة أيضا بعد الهندوس أيضا حتى قضى عليهم في 2009 عندما قتل هو رئيس هذه المنظمة اسمه براباكر، وكان معتمد على رجل واحد، أقوى منظمة تحريرية في العالم اسمه LPGE. أوكي، طيب أعتقد في عشان نترك فرصة لأي سؤال، لو يوجد أي سؤال شبابنا. أوكي، في نهاية هذا العام الأمر نشكر الأستاذ الدكتور محمد رفاعي محمد أمين على هذا العام المتميز، ويعلم الله أن أحبه في الله حبا يعني لا أستطيع أن أوضحه، ولو كنت والله في موقع مسؤولية لما أتاه من سير مصرية.
هو عاش هناك ما يقرب من 20 عاما ودرس في الازهر، وهو ما شاء الله حصل على ليسانس والماجستير والدكتوراه من جامعه الازهر الشريف، ويتكلم بطلاقه كما ان اسمه الحمد لله محمد رفاعي محمد امين، يعني مصري 100%. بشكركم على هذا الحضور، وان شاء الله نقوم باذن الله في حلقه قادمه ثقافيه، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله.